الفيروس صابني ورب العرش نجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش انترو، مفيش اي حبشتكنات من اي نوع. احنا جايين نتكلم في حاجة كارثية تقريبا لاي شخص لا قدر الله بتحصل له. طبعا اللي متابع، ففي فيديو نزل اغلى رحلة في العالم اللي هي 28 مليون دولار. اللي يتفرج على الفيديو ده هيلاقيني بتكلم فيه يعني بساركازم شوية او بسخرية شويتين، وده لان انا اللي حصل اني ضربني فيروس شفر كل حاجة على الجهاز. فلما دخلت علشان ادور على حلوله كده، ففي حاجات انا يعني كنت حافظها، فلقيت في خبر ظاهر قدامي عن الرحلة دي. فالفيروس طالب سين، والرحلة دي بالحروف كلها بقى، سين صاد عين لام ميم نون ياه. فكان في كوميديا سوداء جدا خلتني حتى اضحك في عز ما الجو ما كانش مناسب خالص. الفكرة بقى في ايه؟ انه يعني في ناس قالت لي اتكلم عن الموضوع، او لو في اي حاجة يعني نقدر نعملها. طبعا هو في العادة ان انا بدور على حلول لحاجات زي كده، فحاولت ان انا ادور على حلول، وده اللي انا هتكلم عنه النهاردة. الحلول، في حلول منها هتكون يعني حلول فعلا، وفي حلول اللي هو انا عملت ايه والنتيجة كانت ايه. خلينا نقول باختصار ان القدرة الشرائية في مصر يعني ما تسمحش انك تشتري حاجة من المصدر الرسمي او انك تشترك في حاجة. يعني في عالم موازي، من يعني من وجهة نظري في عالم موازي، ان 50 دولار مثلا المفروض ان هي بتساوي 50 جنيه، دي عملة الدولار ودي عملة الجنيه، دي في بلدها ودي في بلدها. الا انه الواقع الفعلي ان 50 دولار زود عليها صفر وشوية، 50 دولار دي تعملها 700 جنيه مثلا. فهي دي الفكرة، انه مش كلنا عندنا القدرة على الشراء. فللأسف للأسف بنلجأ للكراكت او الحاجة المكركة، والحاجة اللي معها سيريال او حاجة زي كده. طبعا يعني دي تقريبا ممكن تكون اخر مرة نعمل حاجة زي كده، ما علينا. يعني المهم ربنا يعني يرزق الجميع، والقدرة الشرائية في مصر عموما تتحسن علشان نشتري الحاجة آمنة من مصدرها. اللي حصل في برنامج معين انا حبيت ان انا احمله، مش برنامج اساسي لكن هو يعني الفضول. فدخلت على موقع مشهور 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 يعني، بس مش مصري ومش عربي، فلو انت مش بتستخدمهم فانت في الامان، ولو انت بتستخدم الموقع ده برضو فانت في الامان. هقولك ليه. المهم دخلت على موقع مشهور وحملت البرنامج. طبعا وانا مش هقول اسم الموقع ومش هقول اسم البرنامج علشان انا عارف الفضول ده ممكن يودي في داهيه. طبعا وانا زي ما قلت لك يعني ما تقلقش من حاجه زي كده دلوقتي. المهم اللي حصل انه في برنامج عجبني فدخلت علشان احمله. فلما دخلت علشان احمله بقى ولقيت النسخه الحديثه منه، اتفاجئت ان هم ضايفين سيرفر كمان، سيرفر جديد عن اللي انا متعود عليهم. واللي بيحمله كتير من على ايجي بيست او غيره بقى، فهم عارفين ان في سيرفرات بترفع لك السرعه اللي هو بتسحب لك لحد اخر كيلو بايت الراوتر يقدر يشيله، وفي سيرفرات تانية بتموت لك كل حاجه وتسيب الجهاز مفتوح بالاسبوعين علشان يحمل. فانا لقيت في سيرفر جديد قلت اجربه، دخلت على السيرفر وحملت منه، واتفاجئت انها تقريبا اسرع حاجه او اعلى سرعه انا شفتها من ساعه ما دخل الانترنت عندي، فكنت فرحان بيها. الا انه بعد ما خلصت ودوست على رن، او يعني يكون الكلمه اللي احنا بندوس عليها عشان البرنامج يبدا ما بركزش فيها الحقيقه. المهم دوست على رن والبرنامج اشتغل يعني او اتحمل، وفي عز ما البرنامج بيشتغل بقى اتفاجئ بمتصفح اسمه المتصفح اتفتح، هو حرفين اسمه براوزر يعني متصفح اتفتح. هو شكله كان يعني كان قالب على ماك شويه، فانا يعني الى حد ما للحظه انبهرت. فيعني ماك حاجه مش بسيطه. طبعا هو الواحد يتمنى في المستقبل انه يكون عنده ماك، لمجرد ان الدنيا عندهم اسهل شويه في حته برامج السوفت وير المونتاج. وبعدين رجعت قلت يعني لو كان فيك الخير ما كانش رماك الطير. يعني انت لو متصفح كويس ونضيف كان زمانك يعني عامل اعلانات او واصل. ورجعت قلت ممكن برضو يكون واصل في المكان اللي هو موجود فيه، لكن في النهايه علشان مش متعود عليه فروحت عشان اقفله. اتفاجئت ان التول بار تحت فيها 4 برامج بتتثبت، فجيت ادوس عليهم هم انكليكابل، اللي هو يعني هي في ايقونه بس ما بتدوسش ما بتفتحش لما تدوس عليها. فروحت على طول على الويندوز وعلى اعدادات علشان امسح التطبيقات دي. فمن هنا بقى لقيت في حاجه تخض اكتر، ان الماوس مش جاي معايا. يعني انا عمال اشد في الماوس والماوس مش راضي يجي معايا علشان ادوس على الحاجه دي او اعمل ان انستول، اللي هو عمال اسحبه مش راضي، عمال بيرمي شمال مصمم. طبعا زي ما بيقول لك كده يعني ساعه القدر بيعمل بصر، فانا عرفت ان في حاجه غلط. فالطبيعي انا عندي في اللابتوب في زرار كتم صوت وزرار جنبه قطع واي فاي عشان اضلمها خالص. في هذه اللحظه صديق العزيز انا مش لاقي الزرار بتاع قطع الانترنت، الزرار اللي بيخلي ايربلين مود مش لاقيه، هو قدامي بس مش لاقيه، عمال متوتر. المهم يعني في خلال 20 ثانيه تقريبا دوست عليه وخلاص الدنيا هديت، عملت ان انستول البرامج دي، وبعدين خرجت
طبعا ما بصيتش على اي حاجه، توقعت انه الدنيا تمام الى حد ما. لما رجعت بقى الطبيعي اللي انا متعود عليه من فتره، ان انا لما باجي افتح بياخد وقت عشان يحمل شكل الايقون. عارف انت الفيديو بالميديا بلاير اللي انت مختارها للفيديو، الصوره بالميديا بلاير بتاع الصوره، البرنامج بالايقونه، الاشكال دي لو ما يكونش ملفات كده بلانك، ما يكونش ملفات بيضاء. فانا متعود على حاجه زي كده. بالعكس انا كنت كل مره باجي ادخل مثلا على بارتيشن والاقي الدنيا كده، قلبي بيقع في رجلي، اللي هو دخلي شريط التصفح اخر مره يعدي قدام عينيا كده ايه اللي حصل، لحد ما الاقي حمل. ففضلت مستني حمل، في شيء حاجه بتحمل، حمل فيش اي حاجه بتحمل. فبدات اقلق، ريستارت ما ريستارتش، مفيش، ابيض. حاجتين بس اللي شغالين، او هي حاجه يعني، البرامج اللي متثبته. دخلت في لحظه بقى ايه، مهديت كده، لقيت في ملف اسمه ريد مي. عارف انت ببطء كده رايح على ريد ميديو، كليكتين عشان يفتح نوت باد. كل اللي انا محتاجه اول سطرين، اتنشن يور داتا از انكريبتد بات دونت وري بلا بلا بلا، مش محتاج اكتر من كده. فالمهم لقيت كل حاجه واقفه، كل حاجه متشفره. اخدت وقت كده عمال ما استوعب، وبعدين دخلت بقى على الانترنت علشان ادور. فدخلت الحقيقه ان انا لقيت برنامجين، والبرنامجين قدروا يرجعوا لي شويه حاجات. يعني ايان يكن صاحب هذا الفيروس اللعين، فانا علمت عليك زي ما علمت عليا. المهم دخلت في برنامج بيرجع الصور، ورجع لي فيديوهات مش صور بس، لكن كان في مشكله في الاحجام والحاجه مش راجعه زي ما كانت. وفي برنامج تاني ريكفري، البرنامج ده انا رجعت بيه حاجات اتفرجت على سلسله فريندز، وكنت شايلها عندي برضو، من بين حاجات كتير شايلها عندي، انا عندي ذكريات من اول جهاز جبته تقريبا، اللي هو كان في 2011 في الثانويه العامه، من قبل اول كمبيوتر جبته. اول كمبيوتر جبته كان برام 512، كنت شغال على كامتيجي ستوديو، كان الفيديو 720 حرفيا كان بيقطع، كميه حاجات صعب ان انا الاقيها تاني ومش عارف الاقيها فين ومش فاكر لها اسم، وكانت موجوده كده علشان انا مطمن انها موجوده. فانا حتى كنت بقول قبل كده ان انا لكن يعني نسخه من الملفات اللي موجوده عندي على اللابتوب. المهم يعني عمل يعني ريكفري كده لشويه حاجات، فلقيته راح مشغل لي حلقات من مسلسل فريندز. فيعني انا برقص حلقات من مسلسل فريندز، يعني كده كل حاجه رجعت، لانه ما رجعش كل حاجه يعني شويه، يعني تقريبا رجع نص موسم او موسم. فانا خدت الحاجات الاساسيه كوبي وحطيتها في المكان ده، اللي هو يعني المصري بقى اللي بيشغل دماغه، علشان يعني رجعت لي لهنا، طب انا احط لك حاجات انا عايزها هنا، رجعها لي. ما رجعهاش، مش عارف يعني في حاجه حصلت. المهم هو ما رجعش غير دي، اي اس ابدا. رحت داخل على الانترنت وقعدت ادور، فلقيت في موقع بالفعل يعني بيقدر يفك الحاجات دي، متخصص في فك الحاجات دي. وكمان تواصلت مع موقع، او يعني وصلت الموقع برضو روسي تقريبا شغال برضو في الحاجات دي. بالنسبه للموقع اللي انا دخلت عليه ده، هو فعلا في ادوات بتساعدك جدا، وكل اللينكات دي هتكون موجوده في الديسكربشن بوكس. بيرجع بكل سهوله وبخطوات بسيطه وواضحه، بيحتاج بس انك ترفع له يعني ملف، علشان لو موجود يقدر يحل لك المشكله دي تمام، ما يقدرش فهو هيدرسها على الاقل علشان فيما بعد. فبعت له الموقع ده ورفعت عليه، الا انه للاسف هو واقف عند ديت معين، يعني هو حتى كاتب انه ما بعد هذا التاريخ ممكن تواجه صعوبه. فيعني بعد ما قلبت شويه لقيت انه في حوالي 3 او 4 اكواد هم اللي لسه ما اتضافوش، من بينهم الكود اللي ضرب العدل لله. الكود بسيط، هو QSCX او حاجه زي كده، الصيغه اللي ما بعد تاريخ كذا مش هنقدر نفكها. فيعني انا التاريخ بتاعي لو من يومين ثلاثه، فيعني احدث بكتير، احدث بسنه وشويه من اللي هو كاتبه. فيعني هم حتى كاتبين لي وي ار سوري ان ديكريبتبل، يعني غير قابل لفك الشفره. تواصلت مع الموقع الروسي او دورت في الموقع الروسي، فلقيت في اكتر من شخص اتكلموا، واخيرا لقيت في حد بيتكلم عن الفيروس ده او النوع ده من الفيروس او الاكواد اللي ماشيه بتسلسل معين، هي جديده، خدوا بالكم لحد ما نقدر نستكشف ونعرف هنتعامل معاه ازاي. وجس وات، يعني خمن ماذا، هو ده الفيروس اللي ضربني. فللاسف ما كانش ليها اي يعني اي نتيجه. فعملت اللي متعودين عليه او اللي انا بقدمه هنا، ان انا بتكلم عن الحاجات اللي انا بمر بيها، التجارب اللي لها علاقه بالتقنيه. طبعا هي مش التقنيه بس، في مواضيع تانية، لكن خلينا نركز دلوقتي في التكنولوجيا والتقنيه وكل الكلام ده. فدخلت على الموقع وبعت الموقع، قلت لهم انتوا عندكم سيرفر ضفتوه فيه كذا 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 وحصل كذا كذا كذا. عشان كده كنت بقول في الاول، حتى لو انت الموقع ده بتدخل عليه وانا مش هقول اسمه، فانت ما تقلقش، يعني ما تقولش ده انا ممكن اكون بدخل عليه، هو كده كده الموقع خلاص اتعامل مع الموضوع وشال السيرفر، لان انا بعت لهم وقلت لهم على المشكله اللي موجوده في السيرفر الجديد اللي اضافوه. فهم بعتوا لي يعني رساله يعني الى حد ما ملخصها سوري. فيعني الحمد لله يعني كل حاجه اتاخدت،
وخدنا سوري في الاخر. قول لي مبروك. مبروك خسرت كل حاجه وكسبت دي حلوه بس تمام شغال. المهم ان الواحد بيقدر يفيد علشان محدش تاني يلبس في الموضوع. فانا هكتب في صندوق الوصف تحت المواقع والبرامج اللي استخدمتها بحيث لو لا قدر الله ضربك الفيروس ده فانت ممكن تدخل تلاقي اللي ضرب يعني الفيروس اللي وصل لك ده هو النسخه قديمه تقدر تفكها بكل سهوله. والنتيجه النهائيه بقى انه فرمت كل حاجه، مسحت كل حاجه، وبدات من الصفر او من تحت الصفر تقريبا، مفيش اي حاجه. لكن هو زي يعني زي ما بنقول بحركنا ان احنا بنحب نتكلم، بنحب نشارك حاجه زي كده، بنحب نتكلم في الحاجات دي، بنحب لو في اي معلومه ممكن تفيد نتكلم فيها. فعلشان كده مش هي دي الحاجه اللي توقفنا، الا ان ده لا يمنع ان الواحد حزين. دي كلمه قليله بصراحه. طبعا هو مفيش الى حد ما دروس مستفاده. ممكن نقول الدروس المستفاده من الموضوع انك ما تحملش من مصادر غير موثوقه، حتى لو هتحمل مكرك، لكن في حاجات في اماكن كده معروفه، وبعدين في برامج كده مشهوره. يعني انت لو هتحمل مثلا مونتاج فعندك في تقريبا فليمورا، في دافينشي، في بريمير برو، في كامتيجا، في بعض البرامج اللي مشهوره، وفي اماكن مشهوره فيها البرامج دي، فبالتالي هما بيكونوا مركزين في حاجه زي كده. فلو هتحمل برنامج جديد لكن متدفع على المواقع دي وانت عارف الطريقه وعارف السيرفر وعارف وعارف وعارف، فانت امشي نفس المسار لكن في الجديد. فاهم قصدي؟ امشي نفس المسار اللي بتحمل بيه لكن في جديد. اما بقى لو هو جديد ومش لاقي على اللي انت موجود فيه، فهتدور له بقى على موقع يكون موجود عليه. فابعد عن حاجه زي كده، خصوصا لو البرنامج زي ما بنقول جديد ومش لسه مش دارج، فبالتالي يعني هيكون طعم سهل للانواع دي من الفيروسات، فانت للاسف يا اما هتشتري يا اما هتتعب. طبعا واحنا نتمنى ان القدره الشرائيه في مصر تتحسن، والقدره الشرائيه لينا كاشخاص ومهتمين بالحاجات دي او بنمر بالحاجات دي تتحسن عشان نقدر نشتري الحاجات من مصادرها. وفي النهايه زي ما قلنا يعني ابعد عن اي حاجه مش موثوقه ومش مشهوره، حتى الحاجه لو مش رسميه، فبالتالي طول ما هي مشهوره يعني بيكون عليها ضغط، فبالتالي بتطالب ان هي تكون موثوقه الى حد ما. اخيرا ده نهايه الفيديو، نلقاكم على خير.